أهلا بك عزيزي المشاهد في برنامج فاحصين الكتب. وصلنا إلى سفر العدد، وسفر العدد يحمل لنا بصمة عن شخص المسيح، كما نجد في كل أسفار العهد القديم بصمات كثيرة عن شخص المسيح. فنتقابل مع شخص المسيح كالحية النحاسية في سفر العدد أصحاح 21، وهو جذور التعليم الرمزي في كلمة الله. هذا ما أكده المسيح في إنجيل يوحنا أصحاح 3، وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. فاشتعل غضب بالاق على بلعام، وصفق بيديه وقال بالاق لبلعام: لتشتم أعدائي دعوتك، وهوذا أنت قد باركتهم الآن ثلاث دفعات، فالآن اهرب إلى مكانك. قلت أكرمك إكراما، وهوذا الرب قد منعك عن الكرام. فقال بلعام لبالاق: ألم أكلم أيضا رسلك الذين أرسلت إلي قائلا: ولو أعطاني بلاق ملء بيته فضة وذهبا لا أقدر أن أتجاوز قول الرب لأعمل خيرا أو شرا من نفسي؟ الذي يتكلمه الرب إياه أتكلم، والآن هوذا أنا منطلق إلى شعبي. هلما أنبئك بما يفعله هذا الشعب بشعبك في آخر الأيام. ثم نطق بمثله وقال: وحي بلعام بن بعور، وحي الرجل المفتوح العينين، وحي الذي يسمع أقوال الله ويعرف معرفة العلي، الذي يرى رؤيا القدير ساقطا وهو مكشوف العينين. أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا. يبرز كوكب من يعقوب، ويقوم قضيب من إسرائيل، فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى، ويكون آدوم ميراثا، ويكون سعير أعداؤه ميراثا، ويصنع إسرائيل ببأس، ويتسلط الذي من يعقوب ويهلك الشارد من مدينة. ثم رأى عماليق فنطق بمثله وقال: عماليق أول الشعوب، وأما آخرته فإلى الهلاك. ثم رأى القينية فنطق بمثله وقال: ليكن مسكنك متينا وعشك موضوعا في صخرة، لكن يكون قاين للدمار. حتى متى يستأسرك أشور؟ ثم نطق بمثله وقال: آه، من يعيش حين يفعل ذلك؟ وتأتي سفن من ناحية كتيم وتخضع أشور وتخضع عابر، فهو أيضا إلى الهلاك. ثم قام بلعام وانطلق ورجع إلى مكانه، وبالاق أيضا ذهب في طريقه. في هذا الجزء اللي يقرأ على ما سمعنا بداية من عدد 10 من أصحاح 24، نقدر أن احنا نقسمه لفكرتين. الفكرة الأولى من عدد 10 لعدد 14 نقدر نقول رد فعل بلاق لما استمع للبركات الثلاثية اللي بارك بيها بالعام شعب الرب. والفكرة الثانية من عدد 15 بنشوف البركة الرابعة اللي بارك بيها بالعام شعب الرب، وأخيرا بنقرأ عن أقوال بالعام الختامي. أما عن رد فعل بلاق، يقول الكتاب في عدد 11، يقول كده من عدد 10 آسف: فاشتعل غضب بلاق على بالعام، وصفق بيديه وقال بلاق لبالعام: لتشتم أعدائي دعوتك، وهوذا أنت قد باركتهم الآن ثلاث دفعات، فالآن أهرب إلى مكانك. كأن الرب كان قاصد بالفعل أن يسمع بلاق من خلال كلمات بالعام والبركة الثلاثية لما قال في آخر عدد 9: ولا عينك ألعنه، يعني بسمعه اللعنة اللي هتقع عليه من فم بالعام شخصيا. أما لو رحنا للجزء الثاني من عدد 15، البركة الرابعة، واللي فيها أقول بإيجاز أن فيها بالعام بيتكلم عن أمور مستقبلة تخص مجيء المسيح للملك،
وما يترتب عليه من بركات خاصة بشعبه الأرضي، وما يرتبط بمجيء المسيح كالملك من دينونات سيجريها بنفسه. علشان كده مثلا نقرأ في الآية الجميلة، الآية رقم 17، وهو يقول عن الرب: أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا، مع أن ده حاجة مستقبلة. يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل. في الحقيقة في الكوكب والقضيب تشبيهات جميلة للمسيح. نحن نقرأ في العهد الجديد مثلا في رؤية 22 عن المسيح باعتباره الكوكب: أنا أصل وزرية داود، كوكب الصبح المنير. مع فارق أن المسيح هيجي باعتباره كوكب الصبح المنير لاختطاف كنيسته، لكن هيجي للأمناء من إسرائيل المنتظرينه باعتباره شمس البر والشفاء في أجنحته. لكن مش بس هو كوكب يبرز من يعقوب، كوكب من يعقوب، لكن يقوم قضيب من إسرائيل. وفي القضيب نقدر نشوف حاجتين: صولجان الملك، ونشوفه كمان القضاء على الأعداء. أما عن صولجان الملك مثلا يقال عن القضيب في ملك المسيح: قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الاسم. أما عن القضيب الذي يشير إلى الناحية القضائية زي ما هنشوف في الدينونات اللي يجريها الرب، لما بيقول مثلا في مزمور 2: تكسرهم بقضيب من حديد ومثل إناء خزاف تكسره. فمجيء المسيح للملك يرتبط ببركات لشعبه ويرتبط بدينونات يجريها الرب نفسه. بلاق يقول لبلعام: قلت أكرمك إكراما، وهو ذا الرب قد منعك عن الكرامة. منهجية بيشتغل بيها دايما مع غير المؤمن طبعا، يقول له: أدي أخذت المشي ورا ربنا، جبت لنفسك الفقر، كنت تطلع مش عارف بكذا وتعمل كذا. إنسان الطبيعي ينفع مع القصة دي، لكن في المقابل الشعب اللي ماشي مع الرب فعلا، أو الرب ماشي معاهم بمعنى أصح، هو في وسطهم، البركة مضمونة ليهم حتى في أسوأ الحالات. واضح هنا أنه الاسم اللي أشار إليه بلعام اللي يخص الرب أضاف حاجة ما كانتش موجودة في البركة الثالثة في صح 24 الجزء الأول. في المثل الثالث أشار إلى الرب باعتباره القدير وقال يرى رؤيا القدير. هنا قال لنا قبل ما يقول يرى رؤيا القدير قال يعرفه معرفة العلي. ولما يعني نربط الكتاب ببعض نعرف أن اسم الله كالعلي ده اسمه الخاص بعلاقته بشعبه في زمن الملك الألفي. احنا عارفين أنه ملك صادق، اسمه ملك صادق، ملك سليم، كاهن الله العلي. والعبارة بتاع ملك صادق فيها إشارة بسيطة جدا لجلوس المسيح كملك وكاهن على كرسيه في زمن الملك الألفي. إذن الأحداث اللي بيتكلم عنها ديت أحداث تمتد إلى ما قبل الملك الألفي في الانتصار على الشعوب، وبركات في ظهور المسيح والملك الألفي. فزي ما سمعنا من الدكتور عادل أنه عندما يأتي ككوكب تنتظره الكنيسة وتقابله وتراه، لكن الحقيقة هيأتي كمان باعتباره قضيب، سيمسك قضيب الملك وهو الملك المتسلط على الكل. لكن كمان لما بيقول عنه هنا يحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى ويكون أدوم ميراثا. ولما أشار إلى مؤاب وأدوم نعرف أن دي شعوب كان ليها تاريخ مع شعب الله في الجزئية ديت من العداوة، شعوب نجسة لكن كمان في عداوة مع شعب الله. لو رحنا لسفر دانيال نعرف أنه في زمن الضيقة العظيمة ملك الشمال لما هيثور على ملك الجنوب وهو في طريقه في أمم هتفلت من إيده، من ضمن من يفلت من يد ملك الشمال أدوم ومؤاب. يعني لن يتم القضاء على أدوم ومؤاب عن طريق ملك الشمال، دول متشلهم قضاء بعيد عن ملك الشمال، الرب نفسه بواسطة شعبه، أو الرب نفسه سيجري القضاء على مؤاب وعلى أدوم. يبقى الأحداث ديت هتتم قبيل الملك الألفي في حرب النهاية، وبعد كده الرب ياخد شعبه ويملك عليهم الملك الألفي السعيد. بلاق يريد وبلعام يريد والله يفعل ما يريد. بلاق يريد أن يلعن هذا الشعب، وبلعام يريد أن يحط الأموال وكرامة، لكن في النهاية إرادة الله لهذا الشعب هي البركة. فنجد بلاق يشتعل غضبه إلى الدرجة التي بها يطفق بيديه غضبا واشتعالا، بل ويهدد بلعام بعد ما كان بيوعده بالأموال وبالكرامة، يقول له فالآن اهرب، يعني ولو ما هربش هو مش بمذاكك ولا بمذاكه. ونفاجأ بأنه
بلعام المفروض يعني بيسمع هذا التهديد يهرب، يقول له لا طب تعالى بقى لما أقول لك اللي هيجرى في أواخر الأيام. كان ممكن بلعام يكتم هذا الكلام في داخله؟ أعتقد ما كانش يقدر. وهو قال أنا لا أقدر أن أتكلم، مش لأنه طائع لكن لأنه مجبر، هو أداة في يد الله لبركة هذا الشعب. فبيقول له تعالى لما أنبئك بما يحدث في آخر الأيام. حلوة قوي كلمة آخر الأيام، علشان أفهم منها أنه الكلام ده كلام مستقبلي، الكلام ده كلام نبوي. إيه اللي هيحصل في آخر الأيام؟ يقول في عدد 17 أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا، يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل. ده زمان ملك المسيح، ونعرف أنه قبل زمان ملك المسيح، قبل الملك الألفي، في 75 يوم إعداد للملك. دي الأحداث اللي هتحصل في هذا الزمان، 75 يوم هيكون الرب بيبيد أعدائه، يحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوخا. في عدد 20 أقوال بلعام الأخيرة لما بيقول ثم رأى عمليق فنطق بمثاله وقال عمليق أول الشعوب وأما آخرته فإلى الهلاك. احنا عارفين أنه عمليق ده من نسل عيسو وفي عداء مستمر مع شعب الله، لكن إدانا ما سيتم على عمليق. وبعد كده بيتكلم عن القيني فنطق بمثاله وقال ليكن مسكنك متينا وعشوك موضوعا في صخرة لكن يكون قاين للدمار حتى متى يستأسرك أشور. ودي نبوة عن ما سيحدث للقنيين عن طريق الأشوريين، ودي حصلت تاريخيا في زمن شعب الله. أقدر أشوف خياط بالإضافة لكلام حضرتك في كلامه عن المؤاب وآدوم وعمليق والقيني أنهم بيقدمون أربع صور للإنسان الطبيعي في بعده عن الله. مؤاب يتكلم عن الإنسان الطبيعي في كبريائه، وأعتقد واضح جداً أن الإنسان اللي ملوش علاقة بالله بيبقى عنده كبرياء واعتداد بذاته. لكن كمان آدوم بيتكلم عن الإنسان الطبيعي في استقلاله عن الله والاعتمادية الكاملة على نفسه. عمليق يتكلم عن الإنسان الطبيعي في عداوة متأصلة لله باستمرار وبعد عنه بمعرفة طرقك لا نصر. القيني بيتكلم عن البحث، الإنسان الذي يبحث عن الأمان بعيداً عن الله، حتى إنه بيقول له الكلمات دي ليكن مسكنك متيناً وعشك موضوعاً في صخرة، ثم يضيف ويقول في عدد 22 لكن يكون قاين للدمار حتى متى يستأسرك أشور. فدي أربع صور بتكلمنا عن الإنسان الطبيعي اللي ملوش علاقة بالله. قد تكون البدايات مهمة لكن الخواتيم أهم. يقول ثم رأى عمليق فنطق بمثله، كلمة نطق بمثله دي هنشوفها مع بلعام أو شفناها قبل كده 7 مرات. فنطق بمثله وقال عمليق أول الشعوب وأما آخرته فإلى الهلاك. فالخواتيم أهم كتير جدا من البدايات. ثم رأى القيني فنطق بمثله وقال ليكن مسكنك متينا وعشك موضوعا في صخرة لكن يكون قاين للدمار حتى متى يستأثرك أشور. طب وأشور اللي بهذه القوة وبهذا الجبروت لن يأتي عليه القضاء؟ هل هو في مأمن؟ أبدا. ثم نطق بمثله وقال من يعيش حين يفعل ذلك وتأتي سفن من ناحية كتيم، من ناحية قبرص، من ناحية اليونان، نرى فيها إسكندر الأكبر وتخضع أشور. وهذا ما حدث، لكن لما تكلم به بلعام كان كلمات نبوة. الكلام ده لو قلنا أنه سنة 1400 قبل الميلاد لكنه تم بعد سنوات عديدة تقارب 1000 سنة. يعني واضح هنا أنه في بركات لشعب الله لكن في قضاء على أعداء شعب الله. يمكن البداية بتقول لنا أنه مين له اليد العليا، يعني عمليق هو طالع علشان يحارب شعب الله والقيني بيعمل إيه، لكن دائما الخاتمة والنصرة بتكون لمين. وزي ما كان بلاق في منتهى الغضب وبيقوله أنا جايبك عشان تلعن وبعدين تبارك، أعتقد كان بيخطط لشيء والله حط شيء تاني. هل كان يتصور الشيطان عندما جمع كل البشر على المسيح
أنه حديثة الصليب هتكون قضاء على الشيطان نفسه لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس؟ هل كان يتخيل هامان اللي داخل على أحشويروش الملك عشان يستصدر قرار إبادة اليهود بمن فيهم مردخاي أنه بعد هذا القرار سيكرم مردخاي وشعب اليهود وهامان نفسه هو اللي هينتهي؟ خلونا ما نخافش من أي مؤامرات، من أي تربطات، من أي تكتيك بعيد عننا. إحنا نسلم القضية للرب، ودايما الرب هو العلي المتسلط في مملكة الناس. لا يكن في قلبي شريك لك، لك كل قلبي، لك وحدك. لا يكن في قلبي شريك لك، لك كل قلبي، لك وحدك. ولينكسر قلبي ليشبع قلبك، فكل شهوتي في مجدك. ولينكسر قلبي ليشبع قلبك، فكل شهوتي في مجدك. دعني أتلف نفسي عند قدميك، وأحظى دواماً بملء ناظريك. دعني أتلف نفسي عند قدميك، وأحظى دواماً بملء ناظريك. وأسعى ضعيفاً وأستند عليك، حتى كل المجد يرجع إليك. وأسعى ضعيفاً وأستند عليك، حتى كل المجد يرجع إليك. دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن، لألا تمضي الفرصة وينتهي الزمان. دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن، لألا تمضي الفرصة وينتهي الزمان. فمريم وحدها قد فازت بالنشان، وطيب المريمات فاته الأوان. فمريم وحدها قد فازت بالنشان، وطيب المريمات فاته الأوان. هآتي بطيبي فوق رأسك، هبني الآن أعرف حق قدرك. هآتي بطيبي فوق رأسك، هبني الآن أعرف حق قدرك. عوضا عن شوك في إكليلك، وأدكئ أن رأسي على صدرك. عوضا عن شوك في إكليلك، وأدكئ أن رأسي على صدرك. وأقام إسرائيل في شطيم، وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب، فدعون الشعب إلى ذبائح آلهتهن، فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن. وتعلق إسرائيل ببعل فغور، فحمي غضب الرب على إسرائيل. فقال الرب لموسى: خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس، فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل. فقال موسى لقضاة إسرائيل: اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور. وإذا رجل من بني إسرائيل جاء وقدم إلى إخوته المديانية أمام عيني موسى وأعين كل جماعة بني إسرائيل وهم باكون لدى باب خيمة الاجتماع، فلما رأى ذلك فنحاس بن أليعازار بن هارون الكاهن قام من وسط الجماعة وأخذ رمحا بيده، ودخل وراء الرجل الإسرائيلي إلى القبة وطعن كليهما، الرجل الإسرائيلي والمرأة في بطنها، فامتنع الوباء عن بني إسرائيل. وكان الذين ماتوا بالوباء
24,000. فكلم الرب موسى قائلا: فنحاس بن إلعازار بن هارون الكاهن قد رد سخطي عن بني إسرائيل بكونه غار غيرتي في وسطهم، حتى لم أفني بني إسرائيل بغيرتي. لذلك قل: ها أنا ذا أعطيه ميثاقي، ميثاق السلام، فيكون له ولنسله من بعده ميثاق كهنوت أبدي، لأجل أنه غار لله وكفر عن بني إسرائيل. وكان اسم الرجل الإسرائيلي المقتول الذي قتل مع المديانية زمري ابن سالو، رئيس بيت أب من الشمعونيين. واسم المرأة المديانية المقتولة كزبي بنت صور، هو رئيس قبائل بيت أب في مديان. ثم كلم الرب موسى قائلا: ضايقوا المديانيين واضربوهم، لأنهم ضايقوكم بمكايدهم التي كادوكم بها في أمر فغور وأمر كزبي أختهم بنت رئيس لمديان، التي قتلت يوم الوباء بسبب فغور. أصحاح 25 بيسجل لنا سقطة في تاريخ شعب الله، واللي فشل فيه الشيطان في الجزء الأول مستخدما بلاق وبلعام أنه يجلب لعنة من قبل الله على شعب الله، نجح فيه بس بسكة تاني الحقيقة، مش لزوال البركة من هذا الشعب لكن بإنزال القضاء على هذا الشعب. ممكن نشوف في الجزء الأول في أصحاح 22 23 24 شغل الشيطان كأسد، وهو بيجمع كل جنوده وأعوانه علشان يلعن شعب الله. لكن هنا جالهم باعتباره الحية اللي حط قدامهم الطعم اللي الشعب خده علشان يقف في منطقة تثير غضب الله. إيه القصة بتاع أصحاح 25؟ قصة أن شعب الله زنى مع بنات مؤاف في شطيم، وبعد كده عرفنا أو هنعرف أن في رجل أتى بمرأة مديانية أيضا أمام شعب الله. القصة دي قصة الزنا وصنع الشر في عيني الرب أثارت غضب الرب، واستلزم أنه يأتي بالوباء على هذا الشعب. والفكرة العامة أنه الشيطان دائما يريد النيل من قداستنا، ممكن يهجم علينا كأسد لو إحنا في حالة من الصحو، لكن ممكن يجينا بعد كده بأسلوب الحية. وفي كل الأحوال يريد النيل من قداستنا ويحطنا قدام الله في طريقة نستحق فيها غضب الله. هو عارف أنه مش هيغير مقاصد الله بالبركة، ربنا بارك ومش هيرجع في كلامه، بس عارف كمان أن الله قدوس، والله القدوس مش هيوافق أبداً أن شعبه يمارس الزنا والله يسيب الأمور كده. عارف كويس أوي أن الله القدوس ينبغي أن ينتقم من الشعب ويؤدب الشعب، فوقعهم في خطية الزنا، فزنى الشعب في شطيم مع بنات مؤاب وبدأ قضاء الله على هذا الشعب. من أماكن أخرى في كلمة الله نفهم أن مأساة، هذه المأساة كان لبلعام دور مهم أوي فيها. يعني لو قرينا مثلا سفر العدد اللي احنا فيه أصح 31، سفر العدد أصح 31 عدد 16، يقول الكتاب إن هؤلاء كنا لبني إسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة للرب في أمر فغور. في العهد الجديد في سفر الرؤيا في الكلام لكنيسة برغاموس وهو يحذر إن عندك قوم متمسكين بتعليم بلعام، يقول: علم بلاق أن يضع معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. فهي صحيح بلعام لم يستطع بحال من الأحوال زي ما شرح الأخ عياد أن يلعن شعب الله، لكن قدم هذه المشورة الرديئة أن بنات مؤاب يعرضن أنفسهن على رجال إسرائيل فيجرهم للزنا وعبادة الأوثان، وبالتالي استحق بلعام الحصاد المرير والقصاص الرهيب. وهو ليه عمل كذا؟ لأنه أحب أجرة الإثم. يعني أنت عرفت أن الشعب ده مبارك، ما زلت متمسك، ما زالت محبة المال في قلبك توديك إلى أبعد مدى، يعني اهرب لحياتك. وكأنه قال: هروح خالي الوفاد، أنا جاي وعامل حسابي على أني هاخد الإكرام العظيم، في الأول حلوان العرافة وبعد كده الإكرام العظيم، ويروح علي كل ده. وراح اتفق مع بلاق على هذا الاتفاق الشرير.
شفنا في حلقة سابقة أنه بلعام له طريق وله دلالة وله تعليم. الطريق في بطرس الثانية 2، الطريق محبة المال، وده الطريق اللي بيجيب كل الشرور. محبة المال أصل لكل الشرور، لكن الدلالة أنه فكر أنه ممكن يعيش بهذه الطريقة ويموت كموت الأبرار وتكون آخرته كآخرة هذا الشعب، لكن ده أنت في ضلال مبين. إزاي تعيش للعالم وبتعبد المال كثنم وفي الآخر تموت كموت الأبرار؟ لكن هنا بقى في أصحاح 25 بنشوف هذا التعليم الشرير، التعليم أنه يضع معترة أمام إسرائيل. هو ده اللي أنت بتعلمه يا بلعام لبلاق، أنه هذا الشعب يتعرض للقضاء الإلهي من خلال أن هم يذنوا، من خلال أن هم الله قدوس والله لن يتساهل أبداً مع الخطية، مش حتى ولو صادرة من الشعب، لكن ده بالذات لو صادرة من شعب الله. يلفت نظر الترتيب هنا، زنوا وخلوهم يسجدوا لآلهتهم. في رؤية يقول لك أن هم يسجدوا أو يعبدوا الأوثان ويزنون، كأنه عايز يقول الخطة دايماً في ناس بتمشي ورا لذاتها ومش عارف إيه اللي جاي ورا كده. العدو عنده خطة رهيبة إنه يبعدك عن الله تماماً بهذه الخطة بتاعته. في العهد الجديد نفهم إن الزنا الروحي لا يقل خطورة، حتى إن الرسول يعقوب يحذر المؤمنين ويقول: أيها الزنات والزواني، ألا تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ عندما يتحول القلب عن المسيح لأي شخص أو شيء آخر فأعتقد ده زنا روحي. الحقيقة يعني الموقف صعب جدا، هو موقف أدبي يستحق القضاء، والله ليه حق إن هو يغضب. والكتاب بيعلمني إنه هناك غيرة. بولس يقول أغار علينا إحنا باعتبارنا مخطوبين للمسيح ألا يذهب القلب بعيدا عن الرب، خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. عرفنا إنه الزنا هو زنا روحي في ضوء العهد الجديد، والحقيقة المسيح في ارتباطه بينا ككنيسة ما يميز العلاقة ديت علاقة الحب. والحقيقة الحاجة اللي تشبع قلب الرب إن إحنا يكون عندنا العواطف نقية تجاه الرب. وأكتر حاجة ممكن تشرخ العلاقة ديت إن يدخل شريك بيننا وبين الرب. بولس بيقول خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. ممكن العالم يدخل، ممكن شهوات العالم تدخل تفصلنا عن الرب، أنا بتكلم عن الناحية العملية، وتقلل محبتنا للرب. إذا قلت محبتنا للرب إحنا دخلنا في شراكة مع العالم. عشان كده دايماً الرب حريص جداً إن إحنا نكون في منتهى الحرص في حياتنا وفي مشاعرنا علشان نشبع قلبه، يرى من تعب نفسه ويشبع. هنا جزئية تاني، الشعب وهو واقع بيبكي قدام الرب، وفي واحد جايب مرأة مديانية وداخل بيها، بيقولوا كده زاد الطينة بلة، وكانوا في تحدي سافر لقداسة الله والقضاء الله. الحقيقة كان لازم واحد يتحرك علشان يرد القضاء وعلشان ينتقم، مش أي واحد يتحرك، مش أي واحد من الموجودين. واحد اسمه فنحاس ابن ألعازار، وفنحاس معنى اسمه يعني صوت النحاس، والنحاس في الكتاب بيكلمنا عن القضاء والدينونة. ونتعلم من موضوع فنحاس ابن ألعازار إنه إن لم يحكم على الشر ويدان الشر لن يرتد حمو غضب الرب. المديانيين دول واحد من أعداء شعب الرب، ولما نرجع لسفر التكوين نفهم أن مديان هو ابن لإبراهيم من قطورة. وفي الحقيقة لما بنقرأ التاريخ المقدس بنقدر نشوف أن المديانيين بيعملوا ثلاث حاجات خطيرة أوي. هنا بحسب سفر العدد الصح 25، المديانيين يقدموا للجسد شهوة. كزبي بنت رئيس من رؤساء مديان بيجيبها راجل اسمه زمري من سبط شمعون وعلشان يعمل الشر معها، فالمديانيين يقدموا للجسد شهوة. لكن عندما دخل الشعب إلى أرض الموعد بنشوف إن المديانيين بيعملوا حاجتين تاني كمان، إنهم بيتلفوا غلة الأرض، غلة الأرض اللي بتتكلم عن المسيح الممجد، يتلفون الغلة. لكن مش بس كده، لكن كمان يسرقوا المية اللي بتتكلم عن الإنعاش. فدول ثلاث حاجات بيعملوها المديانيين، يقدموا للجسد شهوة، يتلفوا غلة الأرض، يسرقوا المية. الله يقدر يجري القضاء دون تدخل بشري، ينفع؟ ينفع. أرث الوباء
124,000. لو رحنا لكورنثوس الأولى 10 نعرف أن هم 23,000، لكن يضيف بولس في يوم واحد فما فيش أي تناقض بين 24,000 وبين 23,000. 23,000 في يوم واحد، والأيام اللاحقة ماتوا 1,000 بنفس الوباء، يبقى المجموع ككل 24. ينفع الله يجري القضاء بدون تدخل بشري؟ طبعا ينفع، لكن هنا الله عايز يدرب شعبه ان هم يقفوا في صفه. فاحنا مطلوب مننا اننا نقف في صف الله، مش معنى اننا شعب الله انه ما فيش قضاء، ده بالعكس الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. وان كنتم تدعون ابا الذي يحكم بغير محاباه ثيروا زمان غربتكم بخوف. هل ده ينطبق في التدبير السابق ولا في كل التدابير؟ الله اله قدوس في كل التدابير، والقضاء في بيته موجود في كل التدابير، بس عايز يعلم شعبه ان هم يقفوا في صفه. وعلشان كده في عدد 5 قال موسى لقضاة اسرائيل: اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فاغور. طب انت يا رب مش انت هتعمل كده؟ انا هعمل كده، بس مش هعمل كده وانا في ناحيه وانتم في ناحيه، لكن انا عايز اعرف مين اللي هيبقى في صفي. واحد من ضمن اعظم الناس اللي كانوا في صف الله هو فينحاس زي ما قرينا. والحقيقه اللي عجبني في الموضوع انه ما كانش فيه اي نوع من انواع المحاباه. فالرجل الاسرائيلي ده مش مجرد رجل هايف من عامه الشعب، لكن ده رئيس بيت من سبط الشمعونيين. لكن طالما تم الوقوف في صف الله، مش ممكن نحابي إنسان من رئيس بيت ولا من عامة الشعب ولا من الكبار ولا من الصغيرين. طالما أنا في صف الله يبقى دوت اللي بيضمن لي البركة ويمتنع الوباء. كمان بيوضح لنا في نحاس فكرة أنه يعني في موقف موسى الموضوع متفشي، قصة كبيرة جدا، بالحق اعملوا حاجة يا جماعة، لكن ده واحد واحد عديهم يا أخي. ما قالك الواحد الواحد طول بكرة يعملوا إيه؟ يكونوا سبب خميرة صغيرة تخمر العجين كله. في الحقيقة هناك فارق بين سبط لاوي وسبط شمعون. الاثنين ابتدوا مع بعض نفس البداية. يعني من تكوين 49 بنشوف إن يعقوب يقول شمعون ولاوي أخوان ألا تظلم من سيوفهم. بس في الحقيقة بعد كده، بعد هذا الموقف، بنشوف إن السبط لاوي تصرف تصرفات تمجد الله في أكثر من مناسبة. في خروج 32 بصدد قضية العجل الذهبي بنشوف إن السبط لاوي وقف في صف الرب، أباه وأمه لم يرهما وبإخواته لم يعترف، وقف فعلا في صف ربنا واحترم وصايا الله. لكن على الخلاف من ذلك، في أكثر من مناسبة بنشوف إن سبط شمعون يتمادى في هذه التصرفات الرديئة. الراجل اللي قدامنا زمري زي ما احنا عرفنا من سبط شمعون. فمش العيب ان الواحد يكون بدايته غلط، بس كويس انه يرجع عن الطريقة الرديئة ويعيش صح ويكون في صفر. لما بنقف في صف الله بيرتد الغضب الإلهي. فكلم الرب موسى قائلا، عدد 10: فينحاس ابن العذار ابن هارون الكاهن قد رد سخطي عن بني إسرائيل بكونه غار غيرتي في وسطهم. طب ولو ما كانش حصل كده؟ لا، كان هيمتد الوباء. يعجبني جدا في نحاس زي ما أشرنا منذ قليل أنه وقف صف الله، وزي ما الخطأ له عقاب، الأمانة كمان ليها مكافأة. الله نزل بقضائه على من أخطأ، لكن في نحاس لابد أن يكافأ، فيقول عنه في عدد 12: لذلك قل هأنذا أعطيه ميثاقي ميثاق السلام، فيقول له ولنسله من بعده ميثاق كهنوت أبدي. نعرف من تاريخ فينحاس بعد كده لما دخلوا الأرض في سفر يشوع أصحاح 22 أنه لما طلعوا الجماعة بتوع شرق الأردن بفكرة أن يبنوا مذبح شرق الأردن، فينحاس مع الشيوخ اللي راحوا قالوا كلمات في منتهى القوة، قالوا أن دي تعتبر خيانة، ما هذه الخيانة التي خنتم بها الرب؟ وكان ليه دور كبير جدا ان هذا الشعب اللي شرق الاردن يرجع عن قصه المذبح. واقف في صف الرب، واقف في صف الرب. لكن كمان لما نروح لسفر حزقيال اصحاح 44 نعرف ان من يمارس الكهنوت في زمن الملك الالفي هم من نسل فينحاس ابن العذار، له ميثاق كهنوت ابدي، ميثاق السلام.
والدرس اللي عايزين نتعلمه أن دائما الأمانة لها مكافآت عند الرب، الخيانة لها عقاب، لكن الأمانة لها مكافآت. حاشا لي فأني أكرم الذين يكرموني، أما الذين يحتقروني يصغرون. عن فنحاس مكتوب عنه في عدد 13: لأجل أنه غار لله. والغيرة الحسنة هي الغيرة لله. بولس كان عنده هذه الغيرة؟ أيوة طبعا، لما كان بيقول أغار عليكم. إحنا مخطوبين للمسيح، وبولس عايز يقدم عذراء عفيفة. أعتقد أي غيرة تاني خاطئة. يعني موسى كان بيعاتب يشوع ويقول له أنت تغار لي؟ لا، ولا تغير لموسى ولا الغير موسى. لما أشوف واحد يغير لأجل طائفة أو لأجل تعليم أو لأجل شخص آخر، أقول له غيرتك مش في محلها. لكن لما بتكون الغيرة غيرة لله، هي دي الغيرة اللي في محلها. أعتقد من موقف موسى والجماعة في ناحية وموقف فنحاس من ناحية أخرى، أقدر أشوف التصرف المزدوج المحترم عندما يوجد شر في جماعة الرب. موسى والجماعة بكوا لدى باب خيمة الاجتماع، لكن في وجود الشر البكاء وحده لا يكفي، لكن ينبغي أن نتصرف كما تصرف فنحاس. دخل إلى الرجل اللي من سبط شمعون والمرأة اللي اسمها كزبي، وطعن كليهما الرجل والمرأة بالحربة فأماتهما. من موقف موسى والجماعة في بكائهم بنشوف بالفعل يجب عندما يستشري شر في جماعة الرب أن يملأ قلوبنا الحزن العميق، كما حصل مع نحمية عندما سمع عن الشعب في شر عظيم وعار. بكيت ونحت أياما وصليت إلى إله السماء. لكن مش بس البكاء، لكن علينا أن نتخذ موقفا حاسما ونمارس دورنا كجماعة في الأحكام الكنسية، وإن استدعت الضرورة عزل الخبيث علينا أن نفعل ذلك. في عدد 17 يقول: ضايقوا المديانيين واضربوهم لأنهم ضايقوكم بمكايدهم. فيشرح لنا أن كل اللي حصل ده كان عبارة عن مكيدة. وإحنا برضو وإحنا ماشيين إبليس بيجهد في مكايد، وإحنا لا نجهل أفكاره، ومفروض أن إحنا يبقى عندنا الوعي والبصيرة الكافية لألا نتاخد في هذه المكايد. أشاروا إخواتي الأحباء إلى أن الرب يقتص من الشر ويغتاظ من الخطأ، لكن يكرم بالفعل الشخص اللي عنده غيرة لله. في عدد 13 يقول لنا: فيكون ده الكلام عن الرب يقول عن فنحاس، فيكون له ولنسله من بعده ميثاق كهنوت أبدي لأجل أنه غار لله وكفر عن بني إسرائيل. بمعنى أن الشخص الذي يخاف الله مش بس الإكرام هيكون قاصر عليه، لكن كمان الإكرام قد يمتد إلى نسله أيضا. وأعتقد من دي نفهم حاجة، أن إحنا اللي بنزرعه، إحنا مرات بنزرع حاجات، والحاجات دي اللي بنزرعها بتكون بركة لينا كمان وبركة لأولادنا ولنسلنا بعد كده. فعلينا أن إحنا نبقى في صف ربنا، فهيكون له مردود وبركة علينا شخصيا، ومردود وبركة على أولادنا كمان بنعمة الله. في كمان إشارة في اسم المرأة المديانية المقتولة، اسمها كزبي بنت صور، ومعنى كلمة كزبي يعني كذب، وصور يعني صخرة. ولو حطيناه جنب بعض كأن الكتاب يقول لنا الكذب ابن الصخرة أو بنت الصخرة. طب دي عايز يقول لنا إيه؟ عايز يقول لنا كتير قوي من يلجأ إلى الشهوة والنجاسة يظن أن هذه هي الحقيقة، راح يتمتع متعة حقيقية، ومش دريان المسكين أنه بيبني بيته على الرمل مش على الصخر. يعني كل واحد بيروح يغضب الرب، يشارك العالم، يصاهر العالم، يحتقر قداسة الرب، إطلاقاً هو مش بيبني بيته على الصخر، لكن بيبني بيته على الرمل. إنه صخر كاذب، كزبي بنت صور، الصخر الكاذب. ولو عايز أحذر نفسي وأحذر المؤمنين والمشاهدين في كل مكان، أقول له كل ما هو ضد الرب عبارة عن صخر كاذب. عايز حياة القداسة، خليك مع الرب. عايز حياة النشوة الروحية الحقيقية، خليك مع الرب. أما بقى العلاقات النجسة والزنا والعهارة، ده كله عبارة عن صخر كاذب، هتحط إيدك عليه أو رجلك عليه عبارة عن صخر كاذب، هتبني بيتك على الرمل، والمبني على الرمل سيسقط ويكون سقوطه عظيماً.
ندعوك عزيزي المشاهد لمتابعتنا في برنامج فاحصين الكتب ونحن ندرس أصفار العهد القديم. أصفار العهد القديم كانت مقسمة وقتما كان المسيح على الأرض لثلاث أقسام. أصفار موسى الخمسة كان اسمها التوراة، والنبيين ثم الكتبين. وعندما صار المسيح مع تلمذي عمواس في يوم القيامة أرجعهم إلى كل أصفار العهد القديم مبتدئاً من موسى ومن جميع الأنبياء، يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. فشهادة يسوع هي روح النبوة.